السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده النهاردة. في الفيديو النهاردة هعمل ريفيو مختلف خالص، هعمل ريفيو عن الوان اكريليك 12 لون لماركة جديدة بصراحة اول مرة اجربها او حتى اسمع عنها، اسمها ارت رينجرز. الريفيو النهاردة هيكون مختلف خالص، تابعوا معايا الفيديو عشان هتعرفوا هو مختلف ليه. قبل ما ابدا الفيديو، قبل ما ابدا الريفيو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب اليوتيوب شانل وتدوسوا على جرس الاشعارات. كمان ملحوظة صغيرة حابة اقول لكم عليها، التيشيرت اللي انا لابساه النهارده ده انا اللي عاملاه وعامله الالوان بتاعته، واستخدمت فيها الوان قماش من نوع كاريوكا. هسيب لكم اللينك بتاعه هنا عشان لو حابين تشوفوا الفيديو وتعرفوا انا عملت التيشيرت ده ازاي. يلا بينا نبدا على طول الفيديو ونشوف الالوان والبيجمنت بتاعها. اوكي، زي ما انتم شايفين ده شكل الالوان، شكل العلبه من بره، كل اللي مكتوب عليها طبعا ارت رينجرز اكريليك كولرز، هم 12 لون، وظهر العلبه مكتوب عليها الالوان بالاسامي بتاعتها، تيتانيوم ابيض، ليمون اصفر، اصفر ترابي، وهكذا بالعربي وبالانجلش وطبعا بلغات تانية. المهم هقول لكم على المعلومات اللي مكتوبه على العلبه، بس الاول حابه اقول لكم انا هجرب الالوان على ايه. انا هجرب الالوان على طارة خشب. الطارة الخشب دي زي ما انتوا عارفين او الناس اللي بتشتغل في الكروشيه بالذات عارفين الطارة دي لإيه، فانا عشان كده بقول لكم ان الريفيو النهاردة هيكون مختلف خالص. هجرب الالوان على الخشب. الالوان الاكريليك المفروض ان هي ينفع نستخدمها على الخشب، فحابة ان انا اشوف البيجمنت بتاعها على الخشب والثبات بتاعها بعد ما تنشف هيكون عامل ازاي. فالطارة دي انا حطيتها قدامي، قررت ان انا ابدأ افتح الالوان واستخدمها. قبل ما اسيبكم مع التلوين نفسه، قبل ما اسيبكم مع الدرجات الالوان وانا بجربها على الخشب، حابه اقول لكم على معلومه صغيره خالص انا قريتها بصراحه على العلبه وهي عجبتني. الالوان مكتوب ان هي فاين ارت، وتقريبا ده اسم الشركه اللي كانت شاريه او جايبه الالوان ديت، طبعا هي ميد ان تشاينا، وليها تاريخ صلاحيه، هم كاتبين عليها تاريخ صلاحيه، الانتاج 11/2020 والانتهاء 11/2023. بصراحه دي حاجه كويسه جدا خصوصا الالوان، عشان في ناس دايما كانت بتسالني على موضوع الصلاحيه دوت، هل ينفع ان انا استخدم الوان بعد ما صلاحيتها تنتهي؟ ينفع، بس بيكون الضرر بتاعها عالي، ممكن مثلا لو جت على الايد او على البشره الله اعلم ممكن تضر او لا، ممكن البيجمنت بتاعها ما يكونش حلو، ممكن تكون بتنشف، ممكن 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 حاجات كتير قوي. انا ما انصحش اي حاجه اي حاجه، يعني سواء الوان اقلام برودكتس ميك اب او سكين كير او اي حاجه من الحاجات اللي هو انا بالنسبه لي انا شخصيا بستخدمها على طول، اكل شرب ايا كان، نحاول نتجنب موضوع ان احنا نستخدمه بعد انتهاء الصلاحيه. هسيبكم دلوقتي مع التلوين على الطاره والالوان اللي انا حطيتها على الطاره هيطلع شكلها عامل ازاي.
حابه بس هنا اقول لكم ان انا تقريبا كنت غلط، لان انا زي ما انتم عارفين انا مش بروفيشنال خالص في موضوع التلوين ده. انا كنت بحط اللون على الفرشه وبعدين احطه على الخشب وبعدين وانا بجرب في الاخر وانا بحط الالوان الاخيره الغوامق، لما حطيت الالوان الاكريليك نفسها على الخشب على طول وبعدين استخدمت الفرشه لقيت ان الموضوع احسن بكتير. فاكيد ما تغلطوش الغلطه دي زيي، لو انتم لسه مبتدئين ما تحطوش اللون على الفرشه وبعدين تستخدموه، لا حطوا اللون على الخشب على طول وبعدين استخدموا الفرشه ووزعوا اللون زي ما انتم عاوزين، البيجمنت هيكون حلو جدا. دلوقتي ده الشكل النهائي اللي طلع معايا بعد ما استخدمت الالوان، هحاول ان انا ابينها لكم، بس طبعا عشان هي بتبقى الوان بتلمع فبيكون في شويه لمعه او زي انعكاس للاضاءه، عشان طبعا انا مشغله الاضاءه عشان اعرف اصور، بس الالوان بتاعتها بصراحه طلعت حلوه جدا جدا جدا. دي الطاره بعد ما نشفت، وتقريبا بعد ما نشفت باربع ساعات، انا مش عارفه ممكن تكون نشفت قبلها، انا بصراحه شفتها بعد اربع ساعات. البيجمنت بشكل عام حلو جدا، بس بالنسبه للالوان اللي في الاول انا كنت غلطت فيها بصراحه، وقلت لكم على الغلط ده في الاول. ده رايي بالنسبه للالوان ديت، بصراحه حلوه، البيجمنت بتاعها كويس، الثبات بتاعها كويس، وبتنشف يعتبر بسرعه مش ببطء، حلوه. لو انتوا حابين ان انا ازود شويه تريك كده بسيطه، وان انا يعني هحط عليها طبقه من الريزن تكون شفافه عشان الناس اللي بتستخدم الطارات ديت لو حابه ان هي تعمل بيها شنط، لان هم بتوع الكروشيه بيحبوا يستخدموا الطارات دي وبيعملوا عليها شنط، فانا عايزه اعرف رايكم في الكومنتس تحت لو انتوا حابين ان انا اصور لكم فيديو وانا بحط الطبقه الريزن الشفافه ديت على الطاره دي، او حتى على طارات ثانيه اوريكم انا بعملها ازاي. سيبوا لي في الكومنتس تحت وان شاء الله ارد عليكم ونعمل فيديو مع بعض لو انا لقيت الناس كتير حابه ان انا اعمل فيديو عن الموضوع ده. بس كده اتمنى اكون فدتكم في الفيديو النهارده، ريفيو سريع وخفيف وما خدش وقت تقريبا. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب لليوتيوب شانل وتدوسوا على جرس الاشعارات. يلا باي باي.